السلام عليكم، اهلا بيكم في اول فيديو من سلسلة اساسيات الميكروبيولوجيا العملية. مايكروبيولوجي، الكلمة دي معناها ايه اصلا؟ تعال نفصصها مع بعض ونقول ان مايكرو معناها الحاجة الصغيرة جدا ودقيقة، وبايو يعني كائن حي، وولوجي معناها علم. يبقى لو قرينا كلمة مايكروبيولوجي على بعضها هيطلع معناها علم الكائنات الحية الدقيقة. تعال نلعب بكلمة مايكروبيولوجي دي ونستخرج منها كذا حاجة. جزئية مايكرو جاي منها كلمة مايكروب، دايما بنسمع عن الميكروبات. الميكروبات قالك ان الميكروبات دي بتشمل البكتيريا والفطريات والطحالب والفيروسات، وكمان ممكن نقول ان مايكرو دي اللي في كلمة مايكروبيولوجي جاي منها كلمة مايكرون اللي هو وحدة قياس ابعاد الميكروب. المسطرة دي لو شفت عليها 1 مليمتر وقسمته لألف جزء، فكل جزء من الألف دول هو ده المايكرو. يا نهار ابيض، يبقى ما اقدرش اشوف الميكروبات دي بعيني، وعشان اقدر افحصها لازم اكبرها واستخدم الميكروسكوب. لو بصيت تحت الميكروسكوب هتشوف ايه بقى؟ اوبا، مين دول؟ زي ما في اختلاف بين الناس محمد وحمزه وسليم ومروان، فكذلك الميكروبات منها انواع كتير جدا. طب نيجي بقى للكلكيعه الكبرى اللي معقده الناس، وهي اسماء الميكروبات، مايكروبيال نومنكلتشر. هقول لك على المفتاح السحري اللي هيسهل عليك تعرف الكتير من الميكروبات بمجرد ما تشوف الاسم العلمي المكلكع ده. اتعب نفسك شوية واعرف أشهر المصطلحات اللاتينية اللي بتتكرر كتير. هنشوف مصطلحات في الأشكال والألوان والظروف البيئية وأعضاء وصفات عامة. باسيلاي يعني عصويات، كوكاي معناها كرويات، فيبريو واوي شبه الكمة، رايزو جذري، ستريبت سبحي شكل السبحة، ستاف عنقودي زي عنقود العنب، لوتياس فليفاس ذانسو لون أصفر، أورياس جولدن، رودو أحمر، فيريديز أخضر، روزياس روز، ألبس أبيض، نيجر أسود، كولاي قولون، إبيترم جلد، إنتيرو أمعاء، بنيمونيا الرئة، فيرمو حرارة عالية، ميزو حرارة متوسطة، لاكتو حمض اللاكتيك، أسيتو حمض الخليك أسيتك أسيد، أسيدو حامضي، هالو ملحي، أزو أزوت خاصة بتثبيت النيتروجين الجوي، إيرو هوائي، لايبو ليبيد، مونس وحيد الخلية، بنسلاي مقشة، اسبراجيلم شكل بخاخة المية زمان. آخر كلمة هقولك عليها هي فيليك، اللي هتلاقيها بتتكرر كتير ومعناها محب. فلو قلت أسيدو فيليك يعني محب للحموضة، ولو قلت ثيرمو فيليك يعني الميكروب ده بيحب يعيش في حرارة مرتفعة. وممكن تلاقي مواصفات تانية زي باسيلس فورتس وباسيلس ساتلس. فورتس معناها سترونج لانه بيتحمل الحرارة 100 درجة مئوي لمدة نص ساعة، وساتلس معناها طبقة رقيقة، ودي فعلا صفة الكولوني بتاعتها. خد بالك ان الميكروبين دول مشتركين في نفس الجينس اللي اسمه باسيلس، لكن كل واحد سبيشيز غير التاني. وطبعا زي ما انت شايف ان كلمة باسيلس بتدل ان شكل الخلايا عصبي، واول حرف في الجينس هو بس اللي كابيتال. ما تنساش تبقى تشد خط تحت اي اسم علمي بتكتبه، ولو بتكتب على الكمبيوتر فتخلي الاسم العلمي ايتاليك. وخد بالك ان لو كتبت لك باسيلس اس بي يبقى قصدي اي سبيشيز من الباسيلس، زي باسيلس سيريس او باسيلس ساتلس او باسيلس كذا او باسيلس كذا. ولو كتبت لك باسيلس اس بي بي يبقى قصدي اكتر من سبيشيز، باسيلس سيريس وي باسيلس ساتلس وي باسيلس كذا وي باسيلس كذا. ورينا بقى شطارتك بقى، يلا واستنتج معلومات عن الميكروبات دي بمجرد ما تشوفها. ازوتو بكتر، هتلاحظ هنا مقطع بكتر، اذا دي بكتيريا، وازو بتدل ان البكتيريا دي بتثبت نيتروجين. ها، والاسم المكلكع اللي اسمه ستريبتوكوكس لاكتس، تستنتج لي منه ايه؟ لو فصصنا الجينس هنلاقي ان مقطع كوكس يعني خلايا الميكروب ده شكلها كروي، ومقطع ستريبت يعني الخلايا الكروية دي متجمعة مع بعضها في شكل سبحة. ولاكتس تستنتج منها ان الميكروب ده بينتج لاكتيك اسيد،
اسبرجيلس نيجر. الميكروب ده بيدل ان شكله تحت الميكروسكوب شبه بخاخة المية، ونيجر معناها لون الفطر ده اسود. ها يلا بقى اوصف لي ستافيلوكوكس ألبس. ايوان بالظبط كده، زي ما انت ما قلتش ان كوكس يعني الميكروب ده شكله كروي، وخلايا الميكروب متجمعة في شكل عنقود العنب. كلمة ألبس يعني لونه أبيض. وسلمني على لاكتوباسيلس لاكتس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.